وننتقل لاتجاه آخر. الغريب أنه أثار حفيظة البعض من الإعلام المصري، مباراة الأهلي والنجم الساحلي. الأهلي بيتعرض لخطأ تحكيمي فادح بيؤثر في نتيجة المباراة، وبنلعب 10 لاعبين من أول 12 دقيقة. الأهلي قام بدوره، وجه خطاب للكاف، وجه خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم. خلونا نستعرض أهم الأربع محاور اللي طالب بها النادي الأهلي في خطابه للكاف، وثلاث محاور في خطابه للفيفا. أعتقد يا فارس أربع محاور، أول محور فيهم إن النادي الأهلي طالب بتطبيق تقنية الفار. حتى الآن النادي الأهلي المتهم بفكرة مجاملة التحكيم بيطالب جميع الاتحادات، سواء الأهلية سواء الاتحاد المصري أو اتحاد الكاف، بيطالبوا بتطبيق تقنية الفار، مش بس في النهائي، ده في جميع مراحل المسابقة، لأن خلاص البطولة بقت حساسة جدا. النقطة الثانية، عدم تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة، لأن النادي الأهلي تعين له حكم جواشا بوندو ده لمباراتين، مباراة غينيا مع بطل غينيا، بطل غينيا ومباراة النجم الساحلي. مباراة غينيا الاستوائية ايه؟ ده يوم 28/9 بالظبط. النقطة التالتة، تعيين الحكام النخبة والخبرات. أنت عندك في أفريقيا في حكام يتميزوا بالخبرات، المفروض لما يكون في مباراة حساسة أو مباراة بين فريقين على تصدر مجموعة أو أثقل فريقين في المجموعة أو في دور الثمانية، لازم يكون الحكم عنده خبرات تحكيمية، مش حكم قليل بالزبط. الخبرة دي النقطة التالتة. النقطة الرابعة يا أحمد وكانت من أهم النقاط، التزام اللجنة المكلفة باختيار الحكام بالحيادية والشفافية، وده ملوش بقى علاقة بالواقع اللي النادي الأهلي سرد مبرراتها فيما يخص طرد لاعب في الدقيقة 12 وعدم احتساب ركلة جزاء أو وقت بدل ضايع تم التغاضي عنه بعد أكتر من 5 إصابات. النادي الأهلي وضح بشكل كامل، ولكن الشفافية في اختيار الحكام، لأن ده النادي الأهلي أسقط عليه فيما يخص خسارة نهائيين متتاليين بقرارات غريبة. وخطاب الفيفا يا أحمد نروح له، لأن ده كان الحاقا للخطاب الخاص بالاتحاد، خطوة مكملة وخطوة جيدة جدا لحفاظ على حقوق النادي الأهلي. بص يا أحمد، هي الناس بتتكلم في نقطة فيما يخص أولا الخطاب ده، وجه للجنة الخاصة بالأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم. الناس بتتكلم في ان اللجنة الخاصة بالأخلاق دي يا أحمد، هل هي هتنظر في الشكوى؟ احنا عايزين نتكلم بشكل واضح، اللجنة الخاصة بالأخلاق وفقا لقواعد ما تم إعلانه في الفيفا وفي القوانين الخاصة بالمحددة لمهام اللجنة، هي بتنظر في شكوى إذا كان من ضمن بنودها ثبوت حالة الرشوة يا أحمد، إما أو الفساد أو الرشوة، بتسجيلات صوتية أو تسجيلات مصورة، أو البند الثالث إجراء قانوني تم اتخاذه ثبت فتقدر تحقق مع الحكم. ولكن النادي الأهلي قدم الشكوى لأنه هو افترض مجموعة من الإطار والملابسات اللي بتؤكد أنه هو مش فكرة الرشوة للحكم، ولكن هو اتكلم في إطار الأخطاء اللي حصلت يا أحمد، وده نوع مهم جدا من إثبات الحكم. مباراتين متتاليتين، هو ده بقى خطأ إجرائي بالظبط. وعلى فكرة إن لم يستند الاتحاد الدولي لفكرة أن ليس هناك ما يمنع، ولكن ده خطأ على الأقل مش منطقي، إن أنا بعين حكم لفريق متتالي من ضمن حكام القارة كلها لنفس النادي مرتين. وملحوظة تانية، إن الحكم اللي أدار 24 مباراة في بطولة دوري الأبطال أدار يحمد 7 مباريات لأندية تونسية. فإحنا بنتكلم لأندية تونسية، ربع المباريات اللي أدارها في مسيرته في دوري الأبطال، أكيد رقم غريب جدا، يخلينا كمان نشوف في شكوك، يطير تساؤل شكوك، ونشوف كمان إن النادي الأهلي بيحفظ حقوقه، لأن التحكيم في الاتحاد الإفريقي أصبح مسار تساؤلات. دي خطوة مهمة جدا، ودي كانت النقطة الثالثة، هي فكرة الإصرار على عرقلة النادي الأهلي خلال السنوات الماضية. والحقيقة الإعلام المصري تناول الأمر ده، سواء إعلام منافس أو حتى بعض الإعلاميين المحسوبين على النادي الأهلي طبعا خارج قناة النادي الأهلي أو مجلة النادي الأهلي، اتكلموا في فكرة هو الأهلي هيستفيد إيه من خطابه للفيفا، وإن الأهلي إزاي بيتكلم عن فكرة عرقلة النادي الأهلي خلال العامين المقبلين، طب هو كان بيغير أجهزة فنية ليه؟ وده حصل على قناة أون تايم. أعتقد أمر بديهي جدا، النادي الأهلي خسر تحت قيادة كارتيرون، باتريس كارتيرون، مباراة النهائي أمام الترجي التونسي يوم 9 نوفمبر، استكمل دوره مع النادي الأهلي وتم إقالته بعد مباراة الوصل الإماراتي اللي كان وقتها عاشر الدوري الإماراتي يوم 22 نوفمبر. لو النادي الأهلي كان عايز يقيل باتريس كارتيرون عشان خسارته من الترجي كان أقاله من يوم 9 نوفمبر، لكن تم إقالته بعد مباراة الوصل الإماراتي. انت بتخرج قدام، مع احترامي ليه طبعا، عاشر الدوري الاماراتي، وطبعا كان في
سلبيات كتير جدا خلال ادارته للمباريات وادارته لمباريات الدوري واشياء كتيرة جدا كان افقدتنا نقاط كتير في الدوري وتقريبا ضحى بالدوري عشان بطوله افريقيا وهي البطوله الاسهل بالمناسبه. ويمكن بعض جماهير النادي الاهلي يعني تختلف معايا في نقطه باتريس كارتون، لا كانت البطوله الاسهل. تقابلت في دور الثمانيه حوريه كوناكري، قابلت في دور الاربعه وفاق سطيف في الوقت اللي كان مثلا حسام حسن مع المصري بيقابل اتحاد العاصمه الجزائري فاز عليه ذهاب وعوده، احنا فزنا هنا 2-0 ورحنا هناك تقريبا اعصابنا اتجمدت في ماتش الدور قبل النهائي امام وفاق سطيف. فكلام فني لا في مشاكل كتير جدا، ولكن تم منحه الفرصه، خسرنا من الترجي، استكمل للبطوله العربيه وكان في توقف دولي وقتها مباراه مصر وتونس، لكن استكمل. ولما خرج من الوصل الاماراتي لاسباب فنيه تم اقالته، ولما الكابتن محمد يوسف كمل في شهر 12 جميع المباريات اللي لعبناها في شهر 12 بنفس اللعيبه، عشان الناس بتقول القماشه اللي كانت موجوده ممكن تكون اقل من السنه دي او اقل من التجديدات اللي حصلت، لكن بنفس اللعيبه دي الكابتن محمد يوسف ما تعرقلش غير في مباراه واحده امام الداخليه 2-2 كان خطا لاحمد علاء. فعشان فكره اقاله المدرب واقالته كانت بعد وقت طويل من المباراه. الخروج الثاني كان للاسارتي، وكانت نتيجه ثقيله جدا واثقل نتيجه للنادي الاهلي في تاريخه الافريقي. النادي الاهلي استكمل بلاسارتي الموسم وكان متاخر في بطوله الدوري وعملنا ريمونتادا وقدر النادي الاهلي يفوز بالدوري في وجود لاسارتي، فخرجنا امام سان داونز برغم ان في هدف من ركله جزاء غير صحيحه وهدف اخر من الخمسه لمسه ايد المهاجم قبل ما يعمل اسيست، واعتقد 3-0 غير المباراه العوده اللي كان فيها بكاري جسامه كمان كان فيه هدف غير لجونيور اجاي في بدايه الشوط الثاني غير محتسب وهو هدف صحيح وهرمان من ركله جزاء، وكمان كان في ممكن طرد في بدايه المباراه لشاد وليد ازار وهو رايح انفراد. فاعتقد كانت اخطاء تحكيميه واضحه جدا واستكمل لاسارتي. فاحنا اولا ما غيرناش مديرين فنيين عشان اخطاء تحكيميه او عشان خروج من افريقيا. النقطه الثانيه بديهي جدا بديهي جدا، وفي العالم كله مديرين فنيين يتغيروا لخطا حكم او يتغيروا لخطا لاعب في صفوفه، خطا حارس مرمى، خطا مهاجم ضيع الكره بره، فبتحصل نتيجه سلبيه فبيتم اقاله المدير الفني او تغيير المدير الفني. فمش عايزين نربط هو انت عشان اقلت مدير فني يبقى انت ما فيش اخطاء تحكيميه، لا وارد جدا في اخطاء تحكيميه بس انا اقلت المدير الفني. منطق غريب جدا. لا ده اتقال في اون تايم وكانت حاجه صعبه جدا، لكن الاهم بقى عشان نقول بقى شبهه ليه السلوك ده صعب شويه. الحكم جوشوا بوندو اللي هو البوتسواني اللي حكم مباراه الاهلي والنجم الساحلي من 3 سنين او من 4 سنين او من 4 سنين في الكونفدراليه 2015. مباراه الرجاء والمغربي امام النجم الساحلي، مباراه الذهاب كانت في المغرب زي ما حضراتكم شايفين، دي لقطات من مباراه العوده. الرجاء فاز 2-0، في مباراه العوده النجم الساحلي كان مطالب يفوز 3-0. الكره دي الحكم في اول 15 دقيقه طرد لاعب من الرجاء عبد الجليل جبيرة في كورتين، دي كره منهم المفروض الفاول للرجاء. ده حمد النجاز طبعا، حمد النجاز عمل فاول شد باليمين ما جاش، قام شده بالشمال، فالحكم او اللاعب عبد الجليل جبيرة راح للحكم رقم 20 بيعترض وايده جنبه، الحكم على طول اداله انذار. خلينا من الاعتراض وهو يستحق الانذار، الفاول نفسه اللي حصل من حمد النجاز في هجمه واعده كان يستحق الانذار. تعالوا شوفوا بقى الانذار الثاني بعد 5 دقائق بالظبط برضه حمد النجاز، النهارده حمد النجاز هو الاسبوع ده تقريبا حمد النجاز مسمع معانا. الكره دي واضحه جدا ما فيهاش اي حاجه، يعني هتتعاد دلوقتي قدام حضراتكم، حتى لو فيها فاول ما تستحقش ابدا انذار تاني. وفي الدقيقه 15 في الدقيقه 15 نفس اللي حصل بالظبط مع ايمن اشرف، كره تستحق انذار لو فيها فاول قانونا، واتطرد ايمن اشرف عشان يلعب 10. تم الموقف تماما في 2015، الكره واضحه مفيش اي حاجه، ولو فاول حتى يعني احتكاك عادي جدا، ولو فاول مفيش اي انذار زي ما حضراتكم شفتوا. فده حصل 2015، فلما يجي نفس الحكم ده ويحصل معاه 2019 ونفس الطرد ونفس الفكره، لا لازم نثير شكوك، خاصه ان هو حكم 7 مباريات. النقطه الاهم ودي اللي عايز اوصلها لطبعا استاذ زميلنا الاعلامي الاستاذ كريم رمزي اللي هو اتكلم في فكره خطاب الاهلي للفيفا ليه، وان النادي الاهلي اقل مديرين فنيين ليه. الحقيقه احنا خسرنا الوداد، ماتش الوداد 2017 كان لينا ركله جزاء هنا في مصر ما اتحسبتش لوليد ازارو برضه، ورحنا هناك جاب كاري جسامه. في ماتش تاني للوداد مع زناكو وفي مجموعتنا في 2017 كان هو في المجموعه والمفروض الوداد يفوز، وكان متعين دانيال بنيت الحكم الجنوب افريقي لمباراه الوداد وزناكو. الوداد اعترض على الحكم دانيال بنيت على اساس ان هو ممكن يقابل صن داونز في الادوار التاليه، فتم استبعاد الحكم ده وجاء بكاري جسامه. في النهائي
قدام الاهلي جاء بكاري جسامه، بعدها باسبوع يروح المغرب مباراه الصعود بكاري جسامه. فدي كلها حاجات ما تثيرش الشكوك وتخلي النادي الاهلي يقول ستوب ونحافظ على حقوقنا. النادي الاهلي اللي دايما متهم ان هو بيتجامل تحكيميا، لا، خطوه قويه من النادي الاهلي نتمنى استمرارها ونتمنى التصعيد. وفي نقطه مهمه جدا اتقالت من سكرتير الاتحاد السابق، قال ان في بعض الترتيب او الاولويات داخل الاتحاد الافريقي، قال مصر بتاتي في المرتبه الثالثه بعد المغرب وتونس، لازم ننتبه للنقطه دي مهمه جدا. وده بنوصل رساله للجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد كره القدم المصري، اعتقد بتشوفوا الازمه اللي حصلت بين الوداد والترجي ازاي الاتحادات الاهليه كانت بتدافع عن حقوق النادي ده. في مصر بيحصل دفاع بس مش عن النادي الاهلي، لما الاسماعيلي خرج من البطوله استاذ هاني ابو ريده وقتها قدر يرجع الاسماعيلي في قرار احنا اول مره نشوف الكاف ان يستبعد فريق ثم يعيده ثاني. نادي الزمالك بعد ايقاف رئيسه بيحضر المباراه النهائيه. الحكم اللي حرم النادي الاهلي من ركله جزاء لوليد ازارو في مباراه الاهلي والوداد هو نفس الحكم اللي حرم نهضه بركان من ركله جزاء في القاهره، وهو نفس الحكم اللي عمل خطا خرق واضح للقانون بعدم طرد جنش وقت ركلات الترجيع. كل ده بيحصل، احنا عايزين نقول لو في اولويات برضه في مصر اعتقد النادي الاهلي في الاولويات الثالثه والرابعه. ورساله اخيره في الموضوع ده، ارجو واحنا بنحدد مباراه النهائي دوري ابطال افريقيا اللي هتتلعب مره واحده ما يكونش الملعب محمد الخامس. بص يا احمد، في الاطار ده بعيدا عن حالات انت استعرضتها تفصيليا، لا انا عندي بقى اسس عامه ونقاط عامه لازم نتكلم فيها. مباراه الرجاء كمان عشان ما انساش اللي انت استعرضتها، لا ده الرجاء ليه واقعه غريبه جدا سنه 99 مع الترجي 0-0 في المغرب وقت اصابه شكري الوعي، وتم بقى اعداد العده كامله لمباراه العوده. الحكم مونتيرو جام الراس الاخضر، حكم ما عندوش اي تاريخ، وبيطرد المدافع بتاع الرجاء عبد اللطيف جريندو بسبب التحام وبيديله طرد، والمباراه من خارج واللعبه من خارج ال 18. بيفاجئ لاعب الرجاء باحتسابها ركله جزاء. فانت بتتكلم هنا طبعا المباراه وقفت لمده تقترب من ربع ساعه، وفاز الرجاء بالبطوله في الاخر على فكره بضربات الجزاء، ولكن سيناريو متعمد ومتكرر، الطرد البدري اللي بيهمد المنافس واللي انا بقدر انتصر عليك من خلاله. وعلى فكره مدرب الرجاء وقتها كان له تصريحات شهيره جدا ان عرضت عليه رشوه من جانب مسؤولين في نادي الترجي، وده طبعا حاجه خطيره. ولكن احمد في حاجه مهمه جدا وهم اربع نقط سريعا. فكره ان الفار بيعطل في تونس في نهائيين متتاليين، ده خطا لا يقبل فكره يا جماعه ان احنا نتجاوزه. ده الاتحاد الافريقي واخد الكره الافريقيه الى اين؟ انت بتتكلم في نهائي الفار في مباراه الذهاب موجود، في مباراه الاياب الفار معطل، وده بل تماما بفكره تكافؤ الفرص. لا انت طالما ادخلت الفار في مباراه الذهاب اصبح الفار شرط من شروط المباراه وعنصر من عناصر اكتمالها قانونيا. انت جيت في مباراه العوده الفار بيعطل في تونس غالبا ودائما بفعل فاعل، في مرتين الفار بيعطل. الحاجة الأغرب إن سعيد الناصري رئيس نادي الوداد بيخرج بتصريح إن اتقال له كمل المباراة وهنعوضك السنة الجاية في البطولة هكذا وده تصريح لم ينفيه أي مسؤول. أنت بتتكلم هكذا تدار الكرة الأفريقية. والأغرب الأغرب بالنسبة لي، وأنا مش عارف إزاي الإعلام ما سلطش الضوء على النقطة دي، سليمان أوباري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي قدر بنجاح موقع يلا كورة وبشيد بيه طبعا هنا انه يجري معاه حوار وبيكلموه ان انت ايه رأيك في ظلم النادي الاهلي من نادي النجم الساحلي في وجود الحكم البوتسواني. رد غريب جدا، قال انتوا عندكوا 6 حكام مختارين للجنة منهم الحكم المصري عصام عبد الفتاح، فكيف يظلم النادي الاهلي؟ لا انا هنا بقى رسالة بنفس المنطق لكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم في الاتحاد الافريقي، بيتحدث بشكل مباشر ان انت راجل مسؤول ولك صلاحياتك، اين انت؟ النادي الاهلي مش طالب اي مجاملات من اي حد، ولكن حضرتك فين من ده؟ الراجل نفسه معترف ان كفاءة التحكيم في الكرة الافريقية وفي المسابقات الافريقية انت عنصر هام فيها، اين انت من ده؟ فين تصريحاتك؟ فين تطوير؟ حضرتك مش عارف ان الحكم بيعين لتاني مباراة على التوالي الاهلي؟ التصريح الاغرب بالنسبة لي واللي انا مش فاهمه ورد غريب جدا يدل ان رئيس لجنة الحكام عنده منطق غريب جدا، بيقولوا له انت رأيك طيب ان اللعبة كانت تستحق الطرد ولا لا؟ قال لهم لا انا معلش انا كنت في باراجواي فمش متابع،
عارف انت على طريق باسم مرسي مش متابع رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ما فكرش يبص اللعبه اللي عمل الجدل دي صح ولا غلط. احنا بنتكلم يا جماعه في مهزله، وانا بطالب فكره تدخل الفيفا في الاشراف، عشان كده النادي الاهلي عمله صح. النادي الاهلي بيقول بصوا على لجان التحكيم، النادي الاهلي خرج بحاجات مش عارفين الفيفا عارف بيها ولا لا، والمفترض ان الفيفا يكون بيتابع، ولكن انا رايي ان حل مشكله التحكيم في افريقيا لا، ان يبقى في اشراف خارجي على لجان التحكيم في افريقيا. والناس اللي بتقول انتوا بتتكلموا في فيما يخص الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الدولي ايه اللي دخله؟ لا حضرتك، الناس ما بتفكرش كده خالص. ديزاييه، مارسيل ديزاييه لاعب تشيلسي السابق، لنا ممكن نعرض الخبر يا عماره، كان بيحلل المباراه في احد الاستوديوهات وبيكلموه عن كره هدف اتلغى لنادي اياكس بداعي التسلل. رد قال ان انا مش مقتنع ازاي بعد دخول تقنيه الفار الى كره القدم كرات مثل هذه اللعبات تحتسب كتسلل وهدف صحيح لاياكس تم الغائه. وقال ايه بقى؟ قال انا بصفتي سفير للفيفا هاخد اللعبه دي واروح اناقش فيها الناس بغرض تطوير اللعبه. هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي بالظبط. هدف النادي الاهلي في امور مرينا عليها يا احمد فيما تخص داخليا مطالبته بالفار وفيما يخص شؤون الاتحاد المصري لكره القدم في قضايا كتير جدا، ودلوقتي النادي الاهلي لم يكتفي بده، بدا يعمل نفس الدور فيما يخص الاتحادات الدوليه عشان يلفت نظرها، لان الاتحادات المحليه او القاريه النادي الاهلي بيعاني معاهم من، انا مش بقول فساد، ولكن بيعاني معاهم من مظلوميه واضحه جدا يا احمد. وحسنا فعل النادي الاهلي ايا كانت نتيجه الشكوى. لا، والتاريخ يا فارس، التاريخ يعني النادي الاهلي في 1994 يناير 1994 بيلعب مباراه السوبر الافريقي، النادي الاهلي بيخسر بطرس ماتابيلا، طرد واضح جدا، المفروض ايمانويل داخل ضرب بدون كره على ياسر ريان، بيتم طرد محمد يوسف. ده في لقطه الناس ما بتفتكرهاش، اصابه كابتن شوبيه. طبعا ايمانويل داخل متعمد في تاني برضو، يعني لو ما كانش اتطرد في ياسر ريان لا، فخد دخل في والاصابه دي بالظبط ما خدش فاول ست شهور. لا، والاصابه دي كانت سبب ان جون ايمن منصور التصويبه دخلت المرمى. نكتشف بعد كده ان الحكم ده $3000 او غيره وياخد قضيه رشوه في 2004. الحكم طبعا جول انرامو الشهير في 2009 في مباراه للترجي، الحكمين وقع فساد لامبتي برضو يتم شطبه مدى الحياه. فالنادي الاهلي لما يجي يطالب الفيفا، فانت المفروض كاعلام مصري كاتحاد كره مصري تدعم موقف النادي الاهلي. النادي الاهلي في موقفه امام الترجي وايقاف وليد ازارو المهاجم الوحيد لمده مباراتين، الكاف عملها بمنتهى الذكاء. لو كان الايقاف ده 3 مباريات كنا هنقول نقدم التماس فاللاعب يلعب لغايه لما يتحدد ميعاد التحقيق، لكن هو عملها لك مباراتين وبدون سبب واضح. يعني الكاف لم يعلن عن سبب ايقاف وليد ازارو، وطبعا كان خارج القوانين. البيان اللي خرج وقتها بيسيء لمدرب النادي الاهلي كارتيرون وقتها في سابقه ما شفناش، ولكن يا احمد هل اتحاد الكره المصري كان له دور؟ اتحاد الكره المصري بعكس كل الاتحادات الاهليه في الدول كلها، انا ما شفتش اتحاد في اي دوله في العالم ما بيساندش فرقه. لا الاتحاد المصري بيساند فرقه صحيح، الا النادي الاهلي. بيساند الا النادي الاهلي بالظبط. هو ساند الاسماعيلي وده على فكره بنطالب بيه، وساند الزمالك في الكونفدراليه بشكل واضح جدا وبرضه بنطالب بيه، بس مش بنطالب ناخد اكتر من حقنا زي ما